بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي طلبة الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم. استكمالا لليسون 1 اللي هو solve two equation has two variable with first degree، هناخد النهاردة الستوري على نفس الإيكويشن اللي هي المسائل الكلامية. بمسك الإيكويشن اللي قدامي أو الكلام اللي قدامي، بترجمه لاتنين إيكويشن وبحلهم، وبعدين أرجع أرد الحل بتاعي ده للكلام اللي عندي. تعالوا نشوف الموضوع بالظبط ايه من خلال المسائل اللي قدامنا دي. question number 1، what is the number of teams participating in the African Cube؟ عندي فريقين اتنين مشتركين في بطولة الأمم الأفريقية. augmentation is 16، لا أنا آسف، مش فريقين. If the number of teams participating in the African Cube of notation is 16 teams، عدد الفرق اللي هتشترك في بطولة الأمم الأفريقية 16 فريق. And the number of non-Arabic، عدد الفرق الغير عربية teams is 4 more 3 times the Arab teams، عدد الفرق اللي غير عربية هتكون أربع أمثال الفرق العربية. In the championship point the number of Arabic non teams، عايزين عدد الفرق العربيك والنون Arabic teams. تمام، هو بيتكلم عن مجموعة من الفرق اللي هتشترك في بطولة الأمم الأفريقية، فرق عربية وفرق إفريقية أو غير عربية. أنا أفترض إن الفرق العربية عددهم X، الفرق غير العربية عددهم Y، يبقى مجموع الفرق كلها على بعضها كده كام يا شباب؟ 16. أول إيكويشن كونها إيه؟ من خلال فهمي للي مكتوب، عدد الفرق العربية إكس والفرق العربية واي، مجموع الاتنين مع بعض كام؟ 16. هو بيقول لي إذا كان الفرق الغير عربية if the non Arabic teams four times أكتر من تلات أمثال العربية. تاني الترجمة، and the number of non-Arabic teams، عدد الفرق غير عربية is more 4 more 3 times the Arabic teams، لو عدد الفرق العربية اللي هي افترضناها ان هي y اكتر من الفرق العربية بمقدار 4، يبقى 3 times Arabic teams. تمام، عدد الفرق الغير عربية اللي هي واي اكتر من 3 تايمز للفرق العربية بمقدار 4. نقراها تاني، if the non Arabic teams، عدد الفرق غير عربية more than اكبر من، بترجمها انا دايما لماينس 3 تايمز تلات امثال Arabic teams by 4. كده انا كونت الاتنين ايكويشن يا شباب. نقول تاني، مسألة كانت بتقول لي ايه؟ انا عندي مجموعة من الفرق اشتركت في كأس الأمم الأفريقية، فرقة عربية وفرقة غير عربية. أنا افترضت إن الفرقة العربية سميتها إكس، فرقة غير عربية واي. تمام، يبقى Arabic teams أنا ممكن أكتبها كده Arabic teams، العربية هتبقى إكس والنون Arabic هتبقى واي، ده الفردية. جميل، الفرقة كلها 16 فرقة يبقى إكس بلس واي إيكوالز 16. حلو، النون Arabic team more أكبر من يعني minus 3 times Arabic team by 4. ممكن نكتب دي تاني بس بطريقة تانية معدلة، هعملها بالشكل الآتي. بس وأنا بكتبها إيه رأيكم؟ أنا هضرب فيه negative 1. طب ليه يا مستر؟ هقول لك أنا، negative 1 times y بنيجاتيف y بس هتتحط في النص، negative 1 times 3x تبقى 3x، negative times negative positive is equal negative 1 times 4 negative 4. انا ضربت الايكويشن دي في نيجاتيف 1 والايكويشن التانية اللي تحت منها اكس بلس واي ايكوال 16. انا عملت كده عشان بحل الاثنين ايكويشن مع بعض، خليت الني هنا نيجاتيف واي وهنا واي عشان اخلص من الواي، راحوا مع بعض. ابدا اعمل اديشن، 3 اكس بلس اكس 4 اكس از ايكوال نيجاتيف 4 بلس 16 از ايكوال 12، اقسم الطرفين على 4، يبقى اذا اكس ايكوال كام يا رجاله؟ اكس ايكوال 3. جميل جدا،
تعال نجيب الواي، حاول هنا تبقى 3 بلس واي ايكوال 16، يبقى واي ايكوال 16 ماينس 3، 16 ماينس 3 ايكوال 13. جميل جدا، تعال نناقش الكلام ونحطه على دماغنا كده ونشغل دماغنا. النون ارابيك تيمز اللي هم 13 اكتر من 3 امثال، النون ارابيك تيمز اللي هم 13 اكتر من 3 امثال، 3 امثال الارابيك تيم، الارابيك تيم 3، 3 امثالهم 3 تايمز 3 المقدار كام؟ 13 ماينس 3 تايمز 3 اللي هي 9، يبقى 13 ماينس 9 4، يبقى انا اجابتي صح 100%. انا كده فهمت ان انا حلل صح الارابيك تيم بلس النون ارابيك تيم 16، والنون ارابيك تيم 13 13 اكبر من 3 امثال الارابيك تيم اللي هم 3 فرق، 3 في 3 9، 3 تايمز 3 9، 13 ماينس 9 4، يبقى انا ترجمتي صح. اجي انا بقى ردد عليه وقايل له ايه بقى؟ ثباتا لازم ارابيك تيم كام؟ 3. النون ارابيك تيم كام يا اولاد؟ 13. تمام، تعال بينا نشوف السؤال التالي. بيقول لي تو اكيوت انجلز، اتنين انجل اكيوت ماشي ان رايت انجل تريانجل، انا عندي تريانجل في اتنين انجل اكيوت ماشي اوكي. ديفرنس بتوين ذير ميجر از 50، الفرق بينهم 50، فايند ذا ميجر اوف ايتش انجل. بصوا لي كده وركزهم، انا هشرح بالرسمه عشان نفهم. انا عندي اتنين انجل، انجل اسمها اكس انجل اسمها واي، الاتنين انجل دي موجودين في رايت انجل تريانجل، في الانجل دي 90 يبقى الاتنين دول مجموعهم كام؟ 90. يبقى اول ما معلومه اكس بلس واي ايكوال 90، تو اكيوت انجل، اتنين انجل اكيوت موجودين في رايت انجل تريانجل، موجودين في تريانجل رايت، يعني اذا كانت دي رايت يبقى الاتنين دول مجموعهم 90 لانهم هيبقوا رايت، بيكونوا اول ايكويشن اكس بلس واي ايكوال 90. ذا ديفرنس بتوين ذير ميجر، الفرق بين الاتنين انجل يعني اكس ماينس واي ايكوال 40، انا كده اعتبرت ان الاكس هي الكبيره ماشي، الفرق بينهم 40 يبقى اكس ماينس واي ايكوال 40 ديجري. اعتقد ان انا كده ممكن احل المساله بمنتهى السهوله، هقول له بدل ما اضرب في حاجه ولا بتاع اقول باي ادنج على طول، الواي والنيت باي طارت، اكس بلس اكس تو اكس از ايكوال 90 بلس 40 130 اوفر 2 اوفر 2، يبقى اكس ايكوال 65 ديجري. كده جبنا يا جماعه ايه؟ اكس. تعالى نجيب واي ماشي، هنقول له 65 انا بعوض في الايكويشن دي بلس واي ايكوال 90، هنقل 65 من على الثانيه تبقى واي ايكوال 90 ماينس 65، تبقى واي ايكوال 90 ماينس 65 90 ماينس 65 تدي لي 25 ديجري. ركز معايا بقى كده، انا لو طرحت الاثنين ايكويشن من بعض 65 ماينس 25 يطلع فعلا 40 اللي هو في واحده فيهم اكبر من الثانيه بمقدار 40، يبقى 2 انجلز 65 ديجري و25 ديجري. وشكرا. نيل على السؤال اللي بعده، بيقول لي هنا ايه؟ تو سبلمنتري انجل، تو سبلمنتري انجل، اتنين انجل سبلمنتري، من العباره دي ستوب، انا كون ايكويشن اتنين انجل سبلمنتري يبقى اذا اكس بلس واي ايكوال 180، ذا توايس اوف ذا ميجر اوف ذا بيجر، ضعف البيجر، هعتبر ان الاكس هي البيجر يبقى توايس البيجر is equal 7 times the measure of is each smallest ال bigger twice the bigger بتساوي equal 7 times the smaller 7 times the smaller twice the bigger equal 7 times the smaller. تمام كده كونا الاثنين ايكويشن يا رجاله، همسك ال 2 دي انا الناحيه الثانيه، يبقى هنا ايه 7 y الناحيه الثانيه، يبقى هنا 2 x ماينس 7 واي ايكوال 0. تمام، وبعدين يا مستر همسك الايكويشن التاني دي اضربها في نيجاتيف 2
ليه؟ عشان اخلص من الاكس نيجاتيف 2 تايمز اكس بنيجاتيف 2 اكس، نيجاتيف 2 تايمز واي بنيجاتيف 2 واي، نيجاتيف 2 تايمز 180 بنيجاتيف 316، ونعمل باي ادنج نيجاتيف 2 اكس ماينس 2 اكس طارت، نيجاتيف 7 واي ماينس 2 واي از ايكوال نيجاتيف 9 واي از ايكوال نيجاتيف 316. هقسم الطرفين على نيجاتيف 9، يبقى اذا الواي بتساوي طبعا النيجاتيف راحت مع النيجاتيف 360 اوفر 9 از ايكوال 40 ديجري، يبقى الانجل الصغيره 40 ديجري. هعوض هنا اكس بلس 40 ايكوال 180، هنقل 40 الناحيه الثانيه يبقى اكس ايكوال 180 ماينس 40 يبقى اكس ايكوال 140 ديجري، يبقى التو انجلز ار، التو انجلز ار 140 and 40. جميل جدا. نقول تاني كده، انا وصلت على الاثنين ايكويشن بتوعي، او اثنين سوري اثنين انجلز بتوعي 140 و 40، لو عملنا لهم سمت لو 180، لو مسكنا الكبيره اللي هي 140 جبنا التوايس بتاعها هيبقى 280، لو مسكنا ال 40 دي ضربناها في 7 تايمز 7 تايمز 40 ب 280، فعلا توايس البيجر از 7 تايمز السمولر. كده اتاكدنا ان حلي صح 100%. نشوف السؤال اللي بعده. ايه ذا سم اوف ايجز اوف احمد اند اسماء از ناو 43، لو عمر احمد واسماء الاثنين حاليا 43. جميل جدا، بصوا بقى للجمله اللي انا عاملها دي، احمد انا اسميه اكس، اسماء اسميها واي، عمر احمد واسماء دلوقتي 43، يبقى اكس بلس واي ايكوال 43 years old after 5 after 5 years، بعد 5 سنوات the difference between both ages will be 3، بعد 5 سنوات يعني عمر احمد هيبقى اكس بلس 5، طب وعمر اسماء هيبقى برضو اكس بلس 5. معلش نمسح نمسح البلس دي، ده عمر احمد بعد 5 سنوات اكس بلس 5 ماينس واي بلس 5 از ايكوال كام؟ 3. تاني is now 43 years old after 5 years، بعد 5 سنوات the difference between both ages will be 3 years، find ago age of this after 7 years، انا عايز عمرهم بعد 7 سنوات. عايز اقول لكم على جمله مهمه قوي، وبيقول عمرهم بعد 5 سنوات الفرق بينهم بقى 3 سنين، والله لما يكون عمرهم ايه بعد 10 سنين الفرق بين عمرهم برضه هيبقى برضه ايه 3 سنين، طيب من 10 سنين كان الفرق بينهم برضه 5 سنين 3 سنين، الفرق ثابت، السنين تتقدم السنين تتأخر الفرق ثابت، اذا الفايف دي والفايف دي ملهاش لازمه، يبقى اكس ماينس واي ايكوال 3. طب مستر خليها وحلها كايكويشن عادي خالص، ماشي اضرب ال شيل البراكت اكس بلس 5 اضرب النيتف هو نيتف تايمز واي بنيتف واي، نيجاتيف تايمز 5 بنيجاتيف 5 از ايكوال 3، يبقى هنا ال 5 دي راحت مع ال 5 دي، اذا برضه الايكويشن بقت ايه يا جماعه؟ بقت اكس ماينس واي ايكوال 3. جميل جدا، نمسح كل ده كده بقى عندي 2 ايكويشن اهم، الايكويشن الاولانيه ان اكس بلس واي ايكوال 43، عمر احمد واسماء 43 وعمرهم الفرق بين عمرهم 3 سنين، دلوقتي بعد 10 سنين بعد 5 سنين بعد اي حاجه الفرق بين عمرهم 3 سنين، هجيب الايكويشن التانية دي تحت الاولانيه اكس ماينس واي ايكوال 3 واحل الاثنين ايكويشن مع بعض، جهز على طول الحل هنا واي ونيجاتيف واي اكس بلس اكس 2 اكس، الواي ونيجاتيف واي طارت 43 بلس 3 46 اوفر 2 اوفر 2، يبقى اذا اكس ايكوال 23، جبنا اكس ب 23 يا اولاد، هعوض هنا على اكس ب 23 بلس واي ايكوال 43، هنقل 23 الناحية التانية يا شباب، إذا واي هتساوي 43
ماينس 23 يبقى واي ايكوال 20 years old. يبقى عمر احمد دلوقتي 23، عمر اسماء دلوقتي 20. After 7 years، after 7 years بعد 7 سنين، يبقى عمر احمد، يبقى احمد ages هيبقى 23 بلس 7، 23 بلس 7 ايكوال 30. طب اسماء ايجز برضو هتبقى 20 بلس 7 27. جميل جدا. تعال بينا نروح للسؤال اللي بعده. بيقول لي ريكتانجل، عندي ريكتانجل ماله ريكتانجل with length more than its width by 4 سنتيمتر. انا عندي ريكتانجل يا رجاله، اه يا مستر اهو، اللينس بتاعه اكبر من الويدز بمقدار قد ايه؟ بمقدار 4 سنتيمتر. انا اعتبر ان اللينس اكس الويدز واي، يبقى ريكتانجل ويز لينس مور ذان اتس ويدز باي 4، يبقى اللينس اكبر من الويدز مور ذان، يعني ماينس الواي بيساوي 4، اللينس ماينس الويدز بيساوي 4 عشان اللينس اكبر من الويدز بمقدار 4، مور ذان انكريز بترجمها ماينس. اف ذا بريمتر، لو البريمتر اوف ريكتانجل، طب البريمتر عباره عن ايه؟ لينس بلس ويدز تايمز 2 از ايكوال 28. لو البريمتر بتاع ريكتانجل يعني لينس بلس ويدز تايمز 2 ايكوال 28، طب ما انا ممكن اقسم هنا على 2 او مقسمين على 2، يبقى اكس بلس واي ايكوال 14. كده كوننا اتنين ايكويشن، ادي واحده وادي التانيه. مسائل الاستوري على فكره بتبقى سهله جدا، لان انا بمجرد ما بترجمها بلاقي الاثنين ايكويشن بسيط وسهلين. انا هجيب دي تحت دي اكس بلس واي ايكوال 14، والثانيه اكس ماينس واي ايكوال 4، ومش محتاج اضرب في حاجه، ده انا هقول باي ادنج على طول الواي ونيتو واي طرت، يبقى لي هنا 2 اكس ايكوال 14 بلس 4 18. هقسم هنا على 2 واقسم هنا على 2، اذا اكس ايكوال 18 اوفر 2 9. جبنا الاكس هعوض في الايكويشن اللي فيها بلس دي، تبقى 9 بلس واي ايكوال 4 14، اسف دي اكس بلس واي ايكوال 15، ودي 9 على 3 تبقى واي ايكوال 14 ماينس 9 ايكوال 5 سنتيمتر. هو كان طالب ايه؟ فايند ذا اريا، الاريا لينس تايمز ويدز. طب اللينس بكام؟ 9. طب الويدز بكام؟ 5. 9 تايمز 5 از ايكوال ايه يا جماعه؟ 45. خلي بالكم ما ادانيش، لا ده سنتيمتر، يبقى هنا سنتيمتر سكوير، دي سنتيمتر ايه البريمتر، يبقى اذا الاريا تبقى بالسنتيمتر سكوير. لينس تايمز ويدز 9 تايمز 5 45 سنتيمتر سكوير. جميل. question number 6 the sum of two rational number، مجموع رقمين 63، sum of two rational number 63. انا هفترض ان الرقمين عندي x و y، يبقى x plus y 63 sum of two rational number 63 and the difference between them، الفرق بينهم يعني x minus y وال 12. يا سلام، find the two numbers. الراجل مديني المسألة جاهزة، حلو، هكذا على طول قايل له ايه؟ باي ادنج، يعني هنا بوزيتيف واي وهنا نيجاتيف واي، مش محتاج اضرب في اي حاجه، المساله سهله وبسيطه. اكس بلس اكس 2 اكس ايكوال 63 بلس 12 ايكوال 75، قاسمين على 2 قاسمين على 2، يطلع عندي الناتج اكس ايكوال 37.5. مظبوط، الاكس ب 37.5، هعوض هنا يبقى 37.5 بلس واي ايكوال 63، هنقل الرقم ده الناحيه الثانيه، يبقى واي ايكوال 63 ماينس 37.5. نعمل الكلام ده 63، انا بعملها كالكوليتر، 63 ماينس 37.5 از ايكوال 25.5، اذا واي ايكوال 25.5
دي الواي. جميل، ودي الاكس. اذا وبقول فايز تو نمبر، يبقى تو نمبرز ار ايه بقى 37.5 اند 25.5. جميل جدا. شوف السؤال التالي. Will you find the numbers؟ ماشي. Find the number which formed from two digits. هات لي الرقم اللي بيتكون من 2 ديجيت. 2 ديجيت يعني 2 يونت وتنز. if their sum لو مجموعهم 2 ديجيت يعني is 11 and twice the unit digit exceeds than 3 times the tens digit by 2. جميل. بص يا ولاد، حتى يعني المسألة دي مش فيها الشغل ده، بس أول ما لقينا المسألة بتتكلم عن نمبر مكون من 2 ديجيت، بقى أنا جاي عامل الفرضيات اللي أنا هكتبها دي اسطمبة، ما تغيرش كلامك أبدا حتى لو ما استخدمتهمش. let unit digit equal x، tens digit equal y، the number x plus 10y. ازاي الكلام ده يا مستر؟ يعني الديجيت x تنز ديجيت y، اذا النمبر هيبقى عباره عن x بلس 10 مضروبه في الواي، وبعدين اكتب the number after reverse، the number after، انا مش هستخدمها المره دي لكن برضو انا بقول لكم احفظوا الكلام ده، reverse the number after reverse هتبقى ايه يا شباب؟ هتبقى y plus 10 x. ايه اللي انت بتقوله ده يا مستر؟ انا هوضح لك الكلام ده بمثال. عندي number has 2 digit اللي هو 43. ال digit ايه يا جماعه بتاعه؟ 4. ال digit بتاعه ايه يا جماعه؟ 3. النمبر ده لما احب اكتبه بصوره علميه بيبقى 4 plus 3 times 10 اللي هي، او 10 تايمز 3، خلينا نكتبها 10 تايمز 3 افضل. 10 تايمز 3 تايم وليست اكس. اليونت ديجيت 4 اللي كنا مسمينه اكس، 10 ديجيت واي اللي هو مسمينه 3 اللي هو 3. اذا اكس بلس 10y اللي هي 4 بلس 10 مضروبة في 3. طب لو بدلنا الرقمين الرقم هيبقى 34، فهيبقى y بلس 10x. احفظوا دول، هشرح مسائل تاني مستقبلية هحل بيها على الشغل اللي عملته ده. يبقى احنا قلنا ايه يا شباب دلوقتي؟ قلنا هنفرض ان، بس الجزئية دي كده، هنفرض ان اليونت ديجيت، let يونت ديجيت x تنز ديجيت y، the number x plus 10y، the number after reverse y plus 10x. جميل جدا. نقرا بقى مسألتي ونترجم. find the number which formed from 2 digit. عندي رقم مكون من 2 digit. if their sum يعني الكلام على ال 2 digit يعني مجموع ال 2 digit equal 11 يعني x plus y equal 11. كونها بالإيكويشن. جميل. and twice of the unit digit، ده في unit digit 2x exceeds، exceeds يعني يزيد عن يعني more than، يبقى minus than 3 times، ثلاث امثال 10 digit، ثلاث امثال 3 times 10 digit by 2 بمقدار 2. كوننا كده يا جماعه الاثنين ايه الايه الايكويشن الثانيه اهي، هنحلهم مع بعض. انا هضرب الايكويشن ده اهي في 3. ايه اللي طقت في دماغي؟ عشان اخلص من الواي، 3 تايمز اكس ب 3 اكس، 3 تايمز واي ب 3 واي، 3 تايمز 11 33.
ما تيجي نعمل ادنج للاتنين دول تحت بعض كده اهو، 2x بلس 3x هتبقى 5x، 2x بلس 3x 5x، نيجاتيف 3y بوزيتيف 3y طاروا، 2 بلس 33 از ايكوال 35، حاسب من طرفين على 5، هنا اوفر 5 وهنا اوفر 5، يبقى اكس ايكوال 35 اوفر 5 از ايكوال 7. جميل، جبنا الاكس بكام؟ ب 7. هعوض هنا يبقى 7 بلس واي ايكوال 11، ودي الواي نعتني تبقى 7 نعتني بقى واي ايكوال 7 ماينس 11 ايكوال 4. هو كان بيقول لي فايند ذا نمبر، هجيب الرقم الاصلي يعني اللي هو اليونت ديجيت بتاعتي تبقى 7 والتنس ديجيت تبقى 4، يبقى الرقم بتاعي ذا نمبر، انتوا معايا؟ تنس ديجيت 4 يبقى 40 47، اليونت 7 والتنس 4 اللي هو في قيمه الايه التنس 47، ذا نمبر از ايكوال 47. خلي بالك هيبقى التنس ديجيت ايه 4، اليونت ديجيت ايه 7، طب النمبر ايه 47. طب لو بدلنا، لما بنبدل النمبر هيكون 74 بس هو مش طالبها. جميل، شوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده اسئله تشوز، ركزوا معايا فيها. بيقول لي هنا ايه تاني؟ تشوز ذا كوريكت انسر فروم ذيس جيفن. نمبر 1 twice the number formed from two digit، دافع عدد formed from two digit if its unit digit equal x and tens digit equal y. ماشي، وعايز twice the number يا شباب. إيه بس مش احنا مش احنا كنا في ايه؟ اه انا اسف، نكمل. twice the number formed from two digit، انا عايز الضعف او ضعف رقم come من two digit if its unit digit x and its digit y. لو number become من two digit x و y يبقى النمبر الاصلي هيبقى x plus 10 y، وعايز twice يعني مضروب في 2، ال 2 تتضرب جوه تبقى 2 في x ب 2x، 2 في 10 ب 20 y، يبقى الناتج 2 x plus 20 y اللي هي دي. السؤال اللي بعده، if the number x is more than twice the number y، لو ال x more than number y، if the number x is more than twice number y يبقى number x more than يعني minus twice y by 3، then ايه اللي انا كاتبه ده؟ x minus 2y equal 3، x minus 2y equal 3 الاختيار اهو. اللي بعده، if احمد age now is x، عمر احمد دلوقتي x years and محمد age age now is y ومحمد عمر دلوقتي y، then the sum of their ages 5 years ago is a، مجموع عمرهم من 5 سنين ايه؟ مجموع عمرهم من 5 سنين اه. احمد عمر دلوقتي كام؟ احمد عمر دلوقتي اكس، يبقى عمره من 5 سنين اكس ماينس 5. طيب محمد عمره دلوقتي واي، يبقى عمره من 5 سنين واي ماينس 5. لما هنجمع الاثنين دول يبقى اذا المجموع اللي عمرهم هيبقى اكس بلس واي ماينس 10. شيء جميل وعظيم. تمام، نشوف السؤال اللي بعد كده، اخر سؤال اعتقد. بقول لي the sum of ages of a man and his son is 50 years old، 55 years old، عمر ولد وابنه، عمر والد وابنه 55 سنة، أب وابنه عمرهم 55 سنة، يبقى x plus y equal 55. أنا هعتبر إن الأب هو اللي عمره x، أما الواي فعمر الطفل.
if man's ages is more than four times his son age by five. لو عمر الأب أكبر من أربع أمثال عمر ابنه بمقدار five. Find the age of each man. جميل جدا. أنا ترجمت المسألة بمنتهى البساطة. عمر الأب وابنه 55 سنة. لو كان عمر الأب بيزيد more than يعني يزيد more than يعني ماينس 4 تايمز 4 امثال عمر ابنه 4 واي باي 5 ايكويشن خلاص اهي اتحلت. انا هعمل ايه يا اولاد؟ اضرب دي في نيجاتيف 1 يبقى هنا اكس بلس واي ايكوال 55 ايكويشن الاولانيه زي ما هي. هنا نيجاتيف اكس بلس 4 واي ايكوال نيجاتيف 5. ضربت نيجاتيف 1 تايمز اكس بنيجاتيف اكس، نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 4 ببوزيتيف 4 واي، نيجاتيف 1 تايمز 5 بنيجاتيف 5. نعمل لهم اديشن، دي راحت y بلس 4y 5y ايكوال 55 minus 5 is equal 15 over 5 over 5 يبقى y equal 50 over 5 10 يبقى عمر الولد 10. جميل. او مكتب x بلس 10 equal 55 يبقى x equal 55 minus 10 يبقى x equal 45 يبقى عمر الأب 45. عمر الابن كام يا جماعة؟ زمان age equal 45 years old. the son age هيبقى كام؟ 10 years old. جميل جدا. أكتفي بهذا القدر، يا رب تكونوا استوعبتم الدرس، أشوفكم على خير إن شاء الله بإذن الله تعالى في الحصة القادمة، السلام عليكم.